أكد وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات ورئيس اتحاد إذاعات العربية محمد عبد المحسن العواش خلال إعطائه إشارة انطلاق التظاهرات المدرجة في نطاق إحياء خمسينية تأسيس الاتحاد والدورة العشرين للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، واعتزاز المنظمة بأن تكون دولة فلسطين ضيف شرف الدورة الجديدة التي تشهد العديد من الفعاليات. أعطى وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات ورئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد عبد المحسن العواش إشارة انطلاق التظاهرات المدرجة في نطاق إحياء خمسينية تأسيس الاتحاد بحضور وزير الشؤون الثقافية في الحكومة التونسية محمد زين العابدين ومدير عام الاتحاد عبد الرحيم سليمان وثلة من رجال الفكر والثقافة والإعلام. ذكرنا في هذا الاحتفال أن دولة الكويت وبقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه دائما أبدا هي داعم العمل الإعلامي العربي، وكيف إذا كانت هذه الاحتفالية ضيف شرفها دولة فلسطين الحبيبة والتي تحظى بدعم كبير من حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه والشعب الكويتي، كيف لا وقد انطلقت الثورة الفلسطينية من أرض دولة الكويت، والكويت لها مواقف عديدة وهي واجب قومي تجاه شقائنا في دولة فلسطين. وتم خلال هذا الموكب عرض فيلم وثائقي يحوصل مسيرة اتحاد إذاعات الدول العربية وإنجازاته طوال 50 سنة، وآخرها البدء في بناء فندق للاتحاد وبعث أكاديمية للتدريب وتركيز نظام أزبو كلاود في ظل الرئاسة الكويتية لهذه المنظمة. هذا المهرجان راح يعكس مراحل عمر اتحاد إذاعات الدول العربية التي نهزت 50 عاما والتطور التقني والتكنولوجي، إضافة إلى تطور المحتوى والعلاقات الإعلامية المتميزة، وأيضا الرسالة الإعلامية التي يحرص هذا الاتحاد على أن تعزز الخطاب الإعلامي العربي. هناك العديد من الأنشطة والعديد من الندوات والعديد من الضيوف الذين ناهزوا 700 إعلامي ضيف على اتحاد إذاعات الدول العربية، بالإضافة إلى المعرض للشركات الإنتاجية والذي يضم أكثر من 225 جناح. نعتز ونفتخر بهذه المشاركة، الأخوة في الكويت لهم مشاركة طيبة، رئيس الاتحاد هو من الكويت الشقيق، نتمنى للجميع هذه المحبة، يعني في الاتحاد ما يسعدنا ويفرحنا هذا الملتقى العربي للإعلاميين، يتداولون يتحادثون. كما جرى تكريم مجموعة من المديرين العامين السابقين للاتحاد والإعلاميين. سعيد جدا جدا بهذا التكريم والانتماء إلى اتحاد إذاعات الدول العربية، شكرا للكويت الذي تدعم دائما أبدا كل العمل العربي المشترك على مستوى الجامعة العربية وعلى مستوى المنظمات. كما أشرف وكيل وزارة الإعلام المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات ورئيس اتحاد إذاعات الدول العربية محمد عبد المحسن العواش على ندوة بعنوان اتحاد إذاعات الدول العربية تاريخ وإنجازات، تناولت دور الاتحاد في تطوير المشهد الإعلامي العربي. الاقتران الجميل هو عنوان الاحتفالية التي أعطت الرئاسة الكويتية لاتحاد إذاعات الدول العربية إشارة الانطلاق بالاحتفال بها، اقتران بين المهرجان في دورته العشرين وحدث الاحتفال بخمسينية هذه المنظمة العتيدة. ناجح المساوي، تلفزيون دولة الكويت، من مدينة الثقافة تونس.